لا 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 بلاش. بلاش. اذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تي في من خلال هذه المباشرة، حين تتواجد مع واحد الشاب يعني يعني انطلق باش انه يشق طريقه يعني وارتبط بواحد السيدة بعد ما كانت يعني اشتغل ككوتش في واحد احد لي صال، تفاجئ بانه هذاك المشغل اللي كان يشتغل عنده يعني لقاه بانه جرى عليه من الخدمة بدون سابق انذار وما عرفش شنو هي الاسباب. والان خلونا مع هذا الشاب انه يحكي لنا كيفاش وقع عليه مع هذه السيدة. تفضل اخويا، يعني حكي لنا كيفاش بعد دوزتي 3 شهور فاش توقفت العمل يعني وكيفاش دبرتي امورك. تفضل خويا. بالنسبة لها 3 شهور هذه داز صراحة قاصحة عليا. حاول ترفع الصوت كامل. بالنسبة خويا 3 شهور هذه داز قاصحة واحد شوية، لأنه واقف من الخدمة وما كايناش، ما عنديش الأوراق. السيد فاش لقيت ما ديرش ليا الأوراق ديالي، لا سينيسيس ديكلاراسيون ديالي ما دايرهاش ليا. المهم تأزمت بزاف صراحة الله، ولولا المساعدة ديال العائلة ديالي صافي هي اللي ساعدتني شوية وصافي. نعم، يعني قلت لي ارتبطتي قبل من الكونفينمون يعني قبل من كوفيد. تزوجت قبل من كوفيد بالضبط 9 شهر 3. المهم هاد الشيء هاد الايامات كنت خدام فيها عادي على ما يرام. فاش وصل هاد الكونفيرمون وقفنا حنا بحال جميع المغاربة وجميع العالم، وقفنا من الخدمة ديالنا. فاش رجعت باش نزاول الخدمة ديالي، تتفاجئ بان السيد تيدور ليا تيقول لي راه دخلتي للخدمة. قال لي السيد دابا واحد يومين ثلاث ايام وندور لي. نعم، هادشي من بعد الكونفينمون يعني. هادشي من بعد الكونفيرمون، هادشي ولا بعد. نعم، يعني كيفاش وقع لك انت مع سميتو خدا هاد الاجراءات في حقك هكا؟ بالنسبة لهاد الاجراءات اللي هادي اللي تاخد في حقي ما عرفتش اش بغيت نقول. هو اللي عرف اش اللي مسلكو وكيفاش تايبان هادشي هذا. كنت خدام واحد الصالير اللي صالير مزيان، وخدام عاجي بحالي بحال جميع لي كوس. طاحت من الوقت ديالي في الدخول، طاحت من الوقت ديالي في الخروج. عندي تعامل زوين مع الكليان، ما عرفتش صراحة الله شنو هو السبب. والسبب انه لقى شي واحد اللي هو قل مني في هذه الأجرة، وما عرفتش شنو هو السبب بالضبط. السبب تيبقى تيرجع لي. نعم، يعني كيفاش تشوف انت امور يعني تنعرفوا بان 3 شهور الانسان قاعد، كيفاش دوزتي انت؟ واش ماديا يعني كنتي مرتاح في هذيك 3 شهور؟ لا، بالنسبه للحاله الماديه كانت مزيره بزاف. تنقول لك الوالدين اللي تعاوني معايا تدوز هذه الازمه هذه في 3 شهور. ودابا حاليا باقي انا بدون عمل، باقي تنظر بدون عمل. نعم، يعني واش ما حاولتيش تفتح مع قنوات الحوار تقول لي شنو السبب انك يعني طردتيني بهذه الطريقه هذه؟ حاولت ميرا وتكرار. حاولت بعدا اول مره كي دخلت فاش هضرت معاه قال لي سير تو كنعيط لك. هي هذيك فاش مشيت التحقت به وهضرت انا وياه في السياره ديالو. نعم، على اساس اننا على الاقل نخرجوا باقل الخسائر، على الاقل ولو شي حاجه وديا بيناتنا نساعدوا بشي حاجه. وحاولت عاوتاني فاش مشيت عند مفتي الشغل ديت ما يلعب القضائي، على اساس انه باش رجع نزول الخدمه ديالي حبسني عاوتاني وكل شيء عندي بالادله ديالي. يعني واش ما عرفتيش شنو السبب تاخذ هذا الامر انه وتعرفوا انه الانسان دوز واحد 3 شهور اللي هي صعيبه وقاعد في الدار وسيرتو انه ملي تكون عنده مسؤوليه، يعني ما عرفتش شنو السبب انه خذ هذا القرار. في شحال دوزتي تقريبا مع ديال الوقت؟ بالنسبه راه دابا جاي العامين وانا معاه من شهر 12 2018 وانا معاه. بالنسبه صراحه طلعت خدام معاه مزيان، والخدمه ديالي كاع الكليون اللي كانوا عندها كانوا تيشكروا الخدمه، وكلشي كاين في البوزيت. الخدمه ديالي كامله كانت في الباج، كنت خدام معاه مزيان. السبب تنقول لك السبب انه غادي يكون يقدر لقى شي واحد اللي هو يخدم عنده وقيته كثيره بثمن قليل، ولكن رغم ذلك انه بنادم يجي يتحاور معك يعطيك يقول لك اودي يعطيك مبرر يقول لك انه راه ما قدرش على المصاريف ديالك، ويخرج معايا بواحد النقاش اللي هو سلمي. ما عنديش انا المشكل، ما غاديش نبز عليه راسي وما غاديش نخدم صحه غادي نخرج. ايه هو باش يلتجا لواحد الطريقه تاع سير ويلوح عليك الفلوس ويخسر في الهضره، هذاك هو المشكل. يعني كي تشوف دروك انت حياتك انه تنعرفوا بان في هذا الكونفينمون الناس ما كانوش خدامين، دروك يلاه انطلقت بدات يعني التخفيف ديال حاله الحجر الصحي والناس يلاه بدات يقلبوا على خدمه، يعني كيفاش تشوف امورك انت حياتك دروك؟ بالنسبه للحياه شويه مزيره، وخصوصا انني عندي مسؤوليه كبيره. الزواج هذا ماشي وخارج الكره، هذه مسؤوليه كبيره بزاف. ونتمنى الله شي تاويل تاع الخير على شنو نزيدو.
يعني كيفاش انت تشوف هاد بحال هكا الناس اللي تيكونوا مشغلين الناس تيكونوا شغالين يعني مشغل يعني بحالك انت واحد مول شي خدام يعني انت تخدم عنده واحد وتيدير ليه بحال الطريقه ديال التعصب بدون سابق انذار. هذا هو المشكل. دابا المشكل ان المشغل عنده حقوق ديالو تحمي القانون والعامل حتى هو عنده حقوق ديالو تيحمي القانون. هنا تيلعب الدور تاع المفاهمه. الا خرجوا بواحد النقاش اللي تيرضي الطرفين ماشي مشكل، ولكن باش يكون المشغل يستغل الضعف تاع داك الشخص اللي خدام عنده وتيزرع عليه بواحد الطريقه اللي هي لا اخلاقيه ولا قانونيه بدون سابق انذار، هذا هو المشكل. نعم، يعني دروك انت تشوف اسمك الله مشات لي السميه محمد. يعني تشوف ان في هذا الوقت اللي صعيبه انه الانسان دوز واحد 3 شهور هو قاعد في الدار بلا خدمه، يعني يلا تيسلك راسه بهذه العباره. ودروك جيتي كنتي على امل الفرحه، هذيك الفرحه ديال انه ينطلق الانسان في الخدمه، متحمسين وقادين بروغرامات ديالنا، مقادين بزاف د الحوايج على اساس اننا نرجعوا نخدموا. والغالي في الامر انه واخا خرج في هذه الكونفيرمون هذه في 3 شهور هذه وما تلقيت حتى شي دعم منه، الا انني درت يعني ما عاونكش في هذه الكونفيرمون، والو دورت ليه ما تعاونش معايا. انني دير جروب تاع لاصال وجمعوا تندير لهم لي كوليكتيف في وسط هذه الوقيته ديال الكونفيرمون، دايرين جروب بيناتنا باش ما تقطعش العلاقه مع الكليون، وفي نفس الوقت باش الكليون ديالنا يبقى مجموع تاع لاصال، ودير لاصال ديال الجروب بسميت لاصال. نعم، يعني دروك تشوف بانه كيفاش تشوف انه من السهل انه الانسان لقى شي خدمه؟ دابا صعيب بزاف ان هذه الوقيته هذه لقى بنادم فيها خدمه، وخصوصا الخدمه اللي توفر ليه المطالب ديالو، صعيب بزاف صعيب بزاف. ودروك شنو باش تطلب انت كانسان يعني السي محمد، يعني اش بغيتي انت؟ الامل ديالك الامل ديالي في الحياه ديالك الزوجيه، ويعني الحياه ديالك بصفه عامه. بصفه عامه الامل ديالي هو اننا نخدموا خدمه عاديه بالقوانين اللي عطانا القانون، بالاوقات اللي عطانا القانون ان نخدموا 9 السوايع بحالنا بحال جميع الناس، ويكون تحت الضمان الاجتماعي، يكون عندنا موفر لنا بزاف ديال الحوايج. هذا هو ما غاديش نكونوا غاديين عشوائيين، لانه تابعنا مسؤوليات غدا ولا بغدا بنادم معرض بزاف الحوايج، يكون غادي في الطريق حتى توقع عليه شي حاجه، ما كاينش اللي يقدر يلقى مصدر ديال الدخل اللي هو يقدر يعاونه ولو بشويه. نعم، يعني اذا شكرا لك سي محمد. يعني كما تشوف هذا شاب يعني يلا شق طريقه وتزوج، كان يعني كان خدام خدمه يعني عامين هو مشتغل في هذا العمل براتب يعني محترم بمسائل ديالو قانونيه، تفاجئ بانه هذاك من المحل اللي تيدير يعني ديال المسكيلاسيون ياك المسكيلاسيون، يعني جرى عليه بدون سابق انذار، بدون انه ما يعلموا، بدون انه تجرى عليه، لقى نفسه دروك انه عاطل عرضه للشارع هو الزوجه ديالو، خصوصا انه كاري. اذا على العموم تتمنى انه تبارطاجوا هذا اللايف مزيان باش الرساله ديال السي محمد توصل لمن يهم الامر، وانه يعني يسترجع الحقوق ديالو القانونيه في حق يعني في اتجاه هذاك السيد اللي يعني طردوا بهذا الطرد تاع السوفي بدون اعتبارات. اذا على العموم شكرا لكم المتابعين، تحياتكم من خلال المباشر، تتمنى لكم الصحه والسلامه من مدينه مراكش.